بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 9/5/2021، محاضرة لموضوع الانهيرتنس. غطينا السنجل انهيرتنس والمالتيبل انهيرتنس، اليوم راح ناخذ المالتي ليفل انهيرتنس. فالسنجل انهيرتنس عرفنا نبرمجه بين كلاس وكلاس، المالتيبل انهيرتنس كمان كان فاصل بين الفاذر الاول والفاذر الثاني. الان المالتيبل او المالتي ليفل انهيرتنس راح يظهر عندنا انترميديت كلاس، فكيف راح نبرمجه؟ فمثلا هذا مثال، في عندنا كلاس A هو اسمه family، كلاس B و C هم derived من كلاس A، وبيناتهم علاقة السنجل انهيرتنس زي ما انتم لاحظين، بحيث انه الفاذر والمذر هم child للفاميلي، فالجزء الاول هو عبارة عن single inheritance. الان الجزء الثاني زي ما انتم تلاحظين هو عبارة عن multiple inheritance، فممكن برمجته بهذا الاسلوب، نقسمه الى قسمين، القسم الاول والقسم الثاني. فبداية نقسم الجزء العلوي اللي هو اللي فيه single inheritance بين الفاذر كبيرنت وبين الفاميلي كبيرنت والفاذر والمذر كتو تشايلد. ناخذهم ونبرمجهم، طبعا للسهوله والسرعه عملنا بس فانكشن واحد بالفاميلي اللي هو شو، زي ما انتم ملاحظين الشو للفاميلي. الان الفاذر باخذ من الفاميلي الشو تاعت الفاميلي، وعنده شو خاصه فيه، وفي عنده اتريبيوت اللي هي الفاذر نيم راح نعبيها بالمين، وكمان نفس الشيء المذر. الان هاي الجزئيه الاولى، طبعا لو نفذنا الجزئيه الاولى راح يتنفذ بس ما راح يظهر شيء، بس راح يشكل الكلاسز ويربط العلاقه بيناتهم على شكل سنجل انهيرتنس. حتى نكمل المالتيبل والمالتي ليفل انهيرتنس، بناخذ الجزء الثاني من الرسمه ونكمل الرسمه. فلاحظوا هون كملنا العلاقه بانه عملنا الصن، هاي الصن، وزي ما انتم ملاحظين الصن باخذ من الفاذر والمذر اللي هم الانترميديت، الفاذر والمذر هذول هم انترميديت، باخذ منهم اثنين، وعنده هو اسم وفي عنده شو خاص به، شو صن. الان بالمين كود، خلينا ناخذ المين كود، عملنا الاوبجكت صن اس 1 صن 1 من صن، فراح يتشكل صن وياخذ كل الروابط اللي مع الفاذر المباشر والجد اللي هو الفاميلي. ولاحظوا ذلك بيتم من خلال انه نقول اس 1 دوت فاذر نيم، ما في هون فاذر نيم، في هون صن نيم، فاذر نيم مارك، فبيعبي بالفاذر نيم هون مارك، اسمه مارك الفاذر نيم. الان اس 1 دوت ماذر نيم ساره، فهون بيعبي كمان زي ما عبى هون مارك، هون بيعبي ساره، ورغم انها مش عنده ولكن هو اكتسبها اكتساب من خلال الانهيرتنس، علاقه الانهيرتنس اللي صارت هون والفاصل بيناتهم. الان اس 1 دوت شو فاميلي مش عنده الشو فاميلي، عند الجد راح ينفذها ايضا. و اس 1 دوت شو صن او شو بيرن صن راح ينفذهم كلهم، بحيث انه الشو فاذر بناديها والشو مذر بناديها من خلال الانهيرتنس. فلو اخذنا الكود كامل الان وطبقناه على السبايدر عشان نشوف الرن كيف بتم، فاذا هي زي ما انتم ملاحظين هي عباره عن تراكميه بين السنجل انهيرتنس اللي كانت هون مع المالتيبل انهيرتنس. طبعا لا ننسى انه نحط اوبجكت للجد الاول، هون هذا باخذ من الفاميلي وهذا باخذ من الفاميلي، زي ما انتم ملاحظين الفاذر والمذر باخذ من الفاميلي، الصن باخذ من الفاذر والمذر لانه باخذ من الانترميديت اللي بالوسط. الان خلينا نعمل هون نيو لاين ونشوف الرن، هاي الرن كامله، كل البرنامج امامنا مره واحده، هاي رن. فلاحظ this is our family، هذا تنفيذا للامر الاول، والامر الاول اللي بيعمل print هو كان زي ما انتم ملاحظين show family، فاعطانا this is our family. الان father mark اللي هو روح اطبع للشو تبعت الفاذر، والشو تبعت الفاذر زي ما انتم ملاحظين الشو تبعت الفاذر هاي هي بتطبع
وبترجع لنا قيمة الفاذر نيم اللي هو أصلاً عبيناه هون بالجملة هاي، وصار المذر نيم بتنفذه الثاني هاي اللي بترجع لنا المذر نيم. بضل عندنا الصن نيم بطبعه أصلاً هو عنده سامي بطبعه، فطبع الصن نيم سامي. إذا ما فيش صعوبة بالمالتي ليفل انهيرتنس، فقط إنه منقسمها إلى، خلينا نرجع إن منقسمها إلى أول جزئية اللي هي السنجل انهيرتنس بين الفاميلي كسوبر كلاس، والفاذر والمذر كتشايلد أو درايفد كلاس من السوبر كلاس الفاميلي. بعدين الصن بيكون هو عبارة عن التشايلد النهائي اللي بيكون مربوط مالتي ليفل مالتيبل انهيرتنس مع الفاذر والمذر، وبالتالي الفاذر والمذر بيصبحوا انترميديت كلاسز للصن. اتوقع العلاقه واضحه، ما في مشكله. الان هو بلخص هذا الحكي هون بالرسمه والكود، والاسهم بتدل على متى بنادي الانهيرتنس فانكشن اللي بالشو مذر والشو فاذر. وبعديها بحكي انه الانترميديت باخذ من الجد، والصن باخذ من الانترميديت اللي هم الفاذر والمذر بفاصله. الان ظل عندنا اللي هو تمرين بدنا نعمله بالجزء الثاني من المحاضره، اذا متذكرين احنا طرحناه المره الماضيه، اللي هو الدوغ. الدوغ في عنده this is our dog family، خلينا نقول في شو. الآن هنا في النوع الأول من الدوغ البرادور، النوع الثاني البودل، هذولا بيكونوا single inheritance مع الدوغ، بيكون الأب تبعهم البيرنت تبعهم الدوغ. الآن إلهم أسماء، راح تودي أسماء أنت من خلال الصن، الصن دوغ هون خلينا نسميه، فبدنا تبرمجوها بنفس الطريقة. وهاي هي بالتالي احنا بنكون كملنا الجزء الاول من الشابتر الانهيرتنس، غطينا السنجل انهيرتنس المالتيبل انهيرتنس والمالتي ليفل انهيرتنس، والمرة القادمة راح نروح على الكومبوزيشن. الكومبوزيشن تختلف العلاقة بالكومبوزيشن، راح نشرحها في المحاضرة القادمة. الآن راح نبعث لكم مع هذا الفيديو علامات الاساينمنت مرفقه، علامات الاساينمنت اللي قدم، ولكن العلامات النهائيه ما وصلتنا من مساعد البحث والتدريس، لكن ما كمل تصحيح فوضعنا للي سلم 5 علامات مبدئيا على اساس انه حال كل الاسئله. في عندنا كمان الحل النموذجي للاسئله اللي اجت بالاساينمنت، راح نبعث لكم اياها للفائده. فهون بقول لك في عندنا اكسل فايل في سامبل من علامات طلاب وهمية قديمة، راح انت تحضرهم وتعملهم في الري اسمها ميد وفاينل، اعمدة الميد والفاينل، وتخزنهم بالري جديدة اسمها توتال، وتعمل لهم سورت وتتعال الستاندرد ديفيشن وغيرها والمقاييس. الجزء الثاني راح نعمل 55 قراءة عشوائية بين الصفر والواحد لإكس وواي، ونعتبرهم صور لإكس وواي، ونطبق عليهم السكاتر بحيث السكاتر يكون ريد كلر وسيركل. المعادلة التالية اف اكس تساوي اكس تربيع زائد 15 ضرب ساين اكس زائد تان اكس، بدنا نعمل لها رسمة بين الناقص 2 و2 500 قراءة، نعمل 500 قراءة. اذا افضل شيء نعمل 500 قراءة بين الناقص 2 و2 باللاين سبيس. اللاين سبيس بتعمل لنا 500 قراءة بهذا الأمر، وبعدين بنعمل الرسمة تبعتها. المفروض انك جبت الرسمة كمان معها اللي بتطلع. في السي اس في فايل بالسؤال الرابع بدنا نعمل اجريجيشن للمينيموم والماكسيموم والكاونت، وبدنا نعمل جروبنج على البي اتش دي والسيرفيس والسالري، وبعدين بدنا نعمل سورت للداتا بحيث انه السورت تكون مبدئيا على البي اتش دي، بعدين اذا البي اتش دي كانت بنفس القيمه السيرفيسز، وبعدين السالاريز، ونطبع اول 30 نتيجه من هذا الامر. هاي الحل النموذجي لهم، طبعا الحل النموذجي المفروض الكل قدمه، راح نبعث لكم اياه كملف ايضا.
لهون بنكون كملنا المحاضرة اليوم الأحد. اعملوا التمرين اللي حكينا لكم عنه الجزء الثاني وبعثوه على إيميل الشعبة اللي هو بيغطي جزئية هاي اللي هون اللي هي مثال متكامل على المالتي ليفل انهيرتنس، بحيث انه الجزء العلوي فيها بيكون سنجل انهيرتنس والجزء السفلي بيكون مالتيبل انهيرتنس مع بعضهم بشكل انترميديت، هذولا بشكل انترميديت، فبالتالي بصير عندنا مالتي ليفل انهيرتنس. بعثوه على ايميل الشعبه كحل نموذجي. الان راح يكون السبت اللي بعد العيد احتمال يكون كويز رسمي رقم 3 بالوحده الستاندرد لايبراري اللي كملناها تقريبا وعملنا بها الواجب اللي بعثنا لكم حله النموذجي وبعثناها للتصحيح. كل عام وانتم بخير ويعطيكم العافيه، وبكره في امتحان تكميلي مد للطلاب اللي ما كملوا، ومع السلامه وعيد سعيد.